بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم النهارده بإذن الله تعالى عايز أعمل قدام حضراتكم الخلطة اللي بنضيفها للطماطم في البيوت المحمية أثناء تجهيز الأرض للزراعة. الخلطه دهيت المفروض بتحتوي على بعض العناصر الكبرى والصغرى اللي بتكون الرصيد بتاع النبات او البنك بتاع النبات زي ما اي حد ليه رصيد في البنك هو النبات المفروض بكله رصيد في البنك بتاعه اللي هي التربه يعني فبنضيف شوية عناصر بحيث إن أنا لو قصرت في يوم من الأيام في وضع العناصر مكتملة للنبات فبيضطر النبات أو بيلاقي عنده كمية موجودة في التربة من الحاجات اللي اللي الأسمدة دي اللي هي آه الأمونيوم سلفيت سلفات الأمونيوم أو كبريتات الأمونيوم واللي هي بتبقى التركيب آه الكيميائي بتاعها زيرو زيرو آه واحد آه وعشرين الواحد وعشرين أزوت ما فيهاش فسفور ولا فيها آه بوتاسيوم آه السمات ده هو يا جماعة آه التأثير بتاعه الفسيولوجي حامضي حامضي يعني ايه حامضي يعني بيأثر لي على رقم البي اتش بخفضه وبالتالي بيسر لي الكثير من العناصر وخصوصا الفسفور والعناصر الصغرى ما عدا عنصر من لبنان سلفات الامونيوم رغم انه هو سماد لو بصيت له بتلاقيه احادي بس للحقيقه يعني هو بيعتبر سماد مركب لانه بيحتوي على عنصر الكبريت وبيحتوي ايضا على عنصر الازوت او الازوت في صوره الامونيا بعد كده في البوتاسيوم صلفيت وبنضيفه طبعا جلانيولر والتركيب بتاعه بيبقى خمسين في المية كي تو او وبيبقى فيه كبريت تقريبا في حدود تمنتاشر في المية كبريت وبرده هنا بنقول بوتاسيوم سلفيت بوتاسيوم سلفيت يعني كبريتات بوتاسيوم ولذلك حضرتك مخير في الخلطه دهيت ممكن تضيف كبريت وممكن ما تضيفش كبريت تضيف كبريت ما فيش مشكله ما تضيفش ما فيش مشكله لانه كده كده اصلا موجود عندنا الكبريت في موجود الكبريت في العناصر اللي احنا ضفناها دهيا يعني. ان كان البوتاسيوم صلفيت آه، او الامونيوم سلفيت الاثنين فيهم كبريت ولكن اسكت هنضيف كبريت فنضيف برضو كبريت محبب مفيش اي مشكلة خالص في القصة دهيا يعني. تمام عندنا حاجة اسمها الداب او الداي امونيوم فوسفيت داب بيبقى التركيب بتاعه 18 46 زيرو 18 ازوت 46 فوسفور وزيرو بوتاسيوم مفهوش بوتاسيوم ده لو موجود يا جماعة المركب ده لو موجود بيغنيني عن الفوسوبر فوسفات مع سلفات الامونيوم لو موجود ممكن نحطه هو خلاص ما سوبر فوسفات او امونيوم لو مش موجود في بلاد زي مصر يبقى لازم احط بدل منه سوبر فوسفات وبحط سلفات امونيوم او امونيوم آه سلفيت آه ما بننساش برضو السلفات آه سلفات المغنيسيوم 16% سلفات مغنيسيوم سلفات المغنيسيوم دي طبعا آه مهمه جدا لانها من العناصر المغنيسيوم من العناصر الكبرى فبنضيفه وبنضيفه في صوره سلفات مغنيسيوم طبعا المغنيسيوم بيحمل شحنات موجبه وبالتالي ما بتغسلليش مع ميه الري غير حاجه تحمل شحنات سالبه زي عنصر النترات او نترات الكالسيوم او النشادر اللي هي بتتغسلي مع ميه الري لانها بتحمل شحنات سالبه وحبيبات التربه او جسم التربه بيحمل شحنات سالبه وبالتالي الغسيل بتاعهم بيبقى كبير جدا والنبات ما بيستفدش الا بكميات قليله منهم وخصوصا اذا كانت الارض رمليه فالقوام بتاعها واسع وخصوصا ايضا اذا كانت ميه الري كثيره فبيحصل غسيل للعناصر ده هي. بنفرد مشمع بلاستيك وبنضيف نبدا نضيف عليه العناصر كلها. زي ما حضرتك شايف كده بنضيف العناصر كلها وبنبدا نعمل لها بنبدا نعمل لها ميكس مع بعضها او خلط بحيث تبقى تامه التجانس وبعد كده بنبدا نحطها في التربه بتاعتنا دي سلفات مغنيسيوم طيب الكميات المفروض نحطها قد ايه انا احسب لحضرتك على البيت اللي هو 1200 نبات او 540 متر بنحط له قد ايه من ديت ورقه وقلم واكتب ورايا صلفات بوتاسيوم او بوتاسيوم سلفيت محبب 10 كيلو جرام عشرة كيلو جرام آه لو هحط داب لو احط داب احط خمسة آه وعشرين كيلو, آه إن آه كيلو داب بحيث ان انا مش هحط خمسة آه وعشرين كيلو داب بحيث ان انا مش هحط فوسفور وبحط عشرة كيلو آه امونيوم سلفيت او سلفات امونيوم أه بحط أه في حدود أه عشرة كيلو أه كبريت زراعي أه بيبقى محبب زي ما انت شايف كده كبريت زراعي يكون محبب عشان اولا ما يلوثش أه الدنيا بحالها كده وبهدل الدنيا ثانيا علشان أه يقعد فتره كبيره على ما يتحلل وبالتالي بيساعد في خلق جو حمضي بالنسبه للتربه بحط سلفا مغنيسيوم بحط في حدود عشرة كيلو مغنيسيوم طبعا رخيص فبنحطه فايده يعني هو برضو حامضي بحط حديد خمسة كيلو سلفات حديدوز ومنجنيز بحط اتنين كيلو ونص وزنك بحط اتنين كيلو ونص ولو الارض جديده عندي بحط كبريتات نحاس لو الارض مش جديده عندي فما بحطش كبريتات نحاس لان انا اصلا الموبيدات الفطريه بتحتوي على الكثير من بتحتوي على الكثير من آه عنصر النحاس يعني الحاجات اللي احنا بنحطها واقعية زي الكبريتات النحاس وزي آه الكوسايد وزي الاكسكلور آه النحاس الحاجات دي كلتها يعني تمام ففيها عنصر النحاس اصلا فصعب يحصل يعني نقص عنصر نحاس آه بالنسبة لزراعة الخضر لان احنا بنستخدم كتير آه من من الحاجات دي من المبيدات دي من عنصر النحاس في المبيدات طيب لو ما عنديش داب يا جماعة يبقى لازم أستبدله بحط برضو صلفات أمونيوم 25 كيلو مع سوبر فوسفات 75 كيلو طب 75 كيلو ليه لأن باختصار شديد الداب فيه قد الفوسفور فيه فوسفور قد السوبر فوسفات 3 أضعاف السوبر فوسفات عندي اعلى قيمة عندنا في مصر بتكون في حدود خمستاشر لستاشر ده ستة واربعين الداب بيبقى ستة واربعين فالمفروض بنحط سوبر فوسفات بخمسة وسبعين كيلو جرام يبقى تاني سلفات بوتاسيوم بنحطه بعشرة كيلو سلفات امونيوم عشرة كيلو داب بنحط خمسة وعشرين كيلو لو سوبر يبقى مفيش دابه في سوبر يبقى خمسة وسبعين كيلو مغنيسيوم بنحط خمستاشر كيلو جرام حديد بنحط خمسه كيلو جرام سلفات حديدوز سلفات منجنيز بنحط اتنين ونص كيلو جرام سلفات زنك بنحط اتنين ونص كيلو جرام كبريتات نحاس بنحط واحد كيلو جرام لو الارض جديده لو مش جديده مفيش مشكله خالص حديد ومنجنيز والزنك دول مفيش اي مشكله فيهم لو مش هتحطهم متحطهمش ما مفيش ما اي مشكله خالص ولكن اهم شيء الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم فيها ده هنا يا جماعه ياريت ريت ما ننساهاش خالص لحد كده وبننتهي من الفيديو ده هو بنتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتم شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته